طيب، هنحكي في هذا في هذه المحاضرة عن alternative architectures. طبعا الـ architectures اللي احنا أخذناها سابقا اللي هي الـ recurrent neural network، هناخد شغلتين اللي هي الـ convolution والـ attention. هنشوف كيف انه احنا ممكن نتعامل مع الـ convolution، كيف ممكن يكون فيه الأثر. أول حاجة طبعا النيتورك، هنا يعني بحكي لي مراجعة بشكل سريع انه النيتورك العادية الفيد فورورد نيورال نيتورك، تمام، مكونة من انبوت وهيدن واوتبوت، تمام. اجيت هنا بحكي لي شغلة أساسية انه موضوع الفاكتورد ديكومبوزيشن، وهذه شغلة كتير مهمة انه احنا بنستخدمها في الامبيدنج وبرضه بنستخدمها في الانكودر والديكودر. ايش الفكرة في الموضوع؟ الفكرة في الموضوع انه هذا هو الموديل تبعي، هو عبارة عن ماتريكس اوف ايج ويتس، بعطي له الانبوت اكس، بضربه في الماتريكس، هذا بيطلع انا عندي الويت، بيطلع عندي الواي عفوا. بمعنى اخر انه الواي بتساوي الام ضرب الاكس. حقيقة الام هذه لو احنا عملنا لها ديكومبوز ل a و v و b، فبالتالي انه هنا a و v و b بهذا الشكل، فهذا هو الديكومبوزيشن. انه انا بصير في انا عندي انه الاكس بضربها في الاي بيطلع انا عندي الفي، والفي بضربه في بي تمام بيطلع انا عندي الواي بهذا الشكل. فهاي الفكرة كيف؟ بالضبط. فبالتالي انا بضربها يعني في جزئية معينة مش في كل الماتريكس، فبالتالي هذا فكرة الديكومبوزيشن. فكأنه هذا زي كأنه هذا انكودر، تمام، بديله الكونتكست فيكتور بضربه في الديكودر بيطلع انا عندي الواي بهذا الشكل، تمام. فهذه المعادلات انه الفي بتساوي الاكس في الاي، هذه الفي اللي هي عبارة عن الاكس في الاي، والواي هي عبارة عن البي في الفي اللي هي البي في الاي في الاكس، تمام. طيب الآن البروسيسنج للسيكونس، زي ما حكينا في عندي أنا الـ LSTM والـ GRU، إيش ممكن يكون في عندي بديل لهذه الشغلات اللي هو الـ CNN والـ Attention. الـ CNN كيف ممكن إنه إحنا نتعامل مع النصوص مع الـ CNN؟ الـ CNN Architecture إحنا شرحناها في محاضرة سابقة، إن هي بدي أرجع أفتح لكم إياها بالضبط، تتعامل مع الصور اللي هي المحاضرة بتحكي عن الـ Deep Learning بشكل عام. وحكينا انه انا في عندي convolution، بعدين في عندي pooling تجميع، بعدين الفولي كونكتد وممكن يكون عدة طبقات زي هيك. وحكينا انه العمليات الالتفافية انا دائما بطبقها على الصور لانه هي 2D، بتعمل عمليات التفافية عليها عشان تحدد ال edges. طيب كيف ممكن انه تتعامل خليني أقول لكم إياها هناك عشان ما أنساش. طبعا هذه السي ان ان مرت عليكم سابقا، ممكن استخدمها في السيمانتيك سيجمنتيشن انه انا احدد انه هذه المنطقه هي الكات. في انا عندي كلاسيفيكيشن لوكاليزيشن، انه احدد في مستطيل انه هذا عباره عن اوبجكت، والاوبجكت هذا ايش التصنيف تبعه كات. في اوبجكت ديتكشن انه انا في عندي مالتيبل اوبجكتس، تمام. وفي عندي انستانس سيجمنتيشن، هي نفس التاسك الاولى بس انا عندي عده اوبجكتس مع بعض. شفنا كيف بتستخدم في الايمج. طب كيف بدنا نستخدمها للتكست؟ طبعا اول مره طرح الموضوع كان في هذه الورقه، كاركتر ليفل
convolution neural network for text classification. الفكرة في الموضوع انه التكست بدي اعرضه على شكل ماتريكس، حنشوف كيف حنعرضه، بعمل عليه عمليات الكونفولوشن تمام وخلص. بعديها يعني بعمل ماكس بولينج، طبقة البولينج، وبعدين طبقة الفولي كونكتد زي هيك. كيف بدنا نمثل هذه الشغلة كنص؟ فبالتالي انه انا في عندي تويتة معينة زي هيك بدي اتعامل معها على شكل كاركترز، فبالتالي في عندي مجموعة من الالفابيت اللي هي من A ل Z 28 زائد 10 ديجيتس اللي هي من 0 ل 9، بالإضافة للبنكشويشنز، هدول عددهم تقريبا بيطلع كلهم 70 تمام. فبالتالي هاي الدوكيمنت أنا ممكن أمثله ب70 دوكيمنت، وأنا في عندي الباتش أوف دوكيمنتس إنه بهذا الشكل. فبالتالي هنا على سبيل المثال إنه لو قلت إنه الماكس لينث للتويتا إنه كانت قبل 140 حاليا 240، وعندي الألفابيت سايز 70، فبالتالي اللي هي عبارة عن الأحرف والديجيتس وسبيشال كاركترز، فبالتالي حيكون في عندي الماتريكس هذه 70، يعني 70 في 140 تمام. هي تنسوا الريبريزنتيشن وحتكون 0 1، حتكون انه 1 هوت انكودينج، يعني على سبيل المثال انه هاي اي ريلي لاف ذيس شو، فالاي انه بعمل بضوي انه من ال70 تمام، بضوي انه القبال الاي والباقي كله اصفار، والار هنا بضوي انه قباله والباقي كله اصفار وهكذا. فبالتالي بصير في عندي ماتريكس زي هيك وبيجري عليها عمليات الكونفولوشن. فبالتالي ممكن يكون الانكودر انا عندي عبارة عن سي ان ان تمام، و كيف الداتا صغيرة، فعشان هيك هو مناسب. هاي الادفانتج بيحكي انه جود فور هاندلينج مس سبيلت اوت اوف فوكابلري ووردز، اللي هي عادة بتكون انه اذا الداتا ست صغيره ونويزي تمام، انه يعني مش صغيره، انه هي قصيره انا بقصد تمام، يعني انه على شكل تويتس او على شكل اس ام اس، في هذه الحاله انه ممكن يكون السي ان ان انه مناسب اكثر لها، وبتعالج مشكله الاوت اوف فوكابلري في التدريب اسرع تمام، وبتحتاج لذاكره اقل. اوكي، فهذه يعني اركتكتشر مختلف يعني جديدة او يعني مختلفة غير عن اللي احنا اخذناها سابقا، يعني هاي تمثيلها كيف. تمام، الاتنشن، نيجي للاتنشن. الاتنشن احنا شرحناه سابقا تمام، فهنا يعني حيشرحوا بشكل معادلات ايش بيختلف اتنشن عن اتنشن، معادلات مختلفة تمام. ايش فكرة الاتنشن؟ فكرة الاتنشن انه عادة انه الهيومن ترانسليتورز، هيك مستوحى، جينا احنا نستوحي النيورال نتورك. كيف استوحينا النيورال نتورك؟ قلنا ايش الجزء اللي بيفكر في جسم الانسان؟ هو الدماغ. من ايش مكون؟ من خلايا عصبية. فكيف بدنا نمثل الخلايا العصبية هذه؟ من خلال يعني artificial neural networks والactivation، بده يتمثل بمعادلات رياضية ويصير لها اكتيفيشن وهكذا. وهنا نفس الشيء بدنا نستوحي هذا الشغلة من الهيومن ترانسليتورز، كيف يعني انه بيعمل، يعني انه هم يعني pay attention ل different parts للانبوت لما بيعملوا ترجمة، يعني لما بيعملوا ترجمة بيركزوا على اجزاء معينة في الجملة عشان ينقلوا الترجمة. فبالتالي انه ممكن انه احنا نحطها كطبقة انا عندي زي ما احنا شفنا قبل هيك تمام. فبالتالي بدل ما الاوتبوت فيكتور هذا تبع انه من اخر انكودر هو اللي انا ادخله للديكودر واللي هو اصلا ماخذ من اللي قبله، ليش ما انا اخذ برضه انبوت من هدول كمان من كل انكودر، واللي هو اصلا كل انكودر هو عباره عن ار ان ان تمام، وبيعالج كلمه معينه. فالفكره في الموضوع انه هو بده يروح ياخذ انبوت من هنا، وانت لحالك تتعلم انه انهي كلمه هي اكثر لها اكثر اهميه. فبالتالي لو اخذنا
هاي الانكودر E1 E2 E3، انه هذا خلصت الانكودر، بعدين باجي للديكودر بعد ما خلصت السيكونس كله في الديكودر. لاحظوا انه كل كونكشن السمك تبعها بيختلف، هذا بيدل على انه الها ويت مختلف، وكأنه الكلمة هذه الها وزن مختلف، زي ما انتم شايفين هذا المثال اوضح وزن مختلف انه عند الديكود. وهذا بيمثل الاتنشن عند الهيومن ترانسليتور، انه هو بيركز على كلمات معينه في الانبوت، مش بالضروره تكون الريسنت هيستوري، بيركز على انبوت كلمات معينه مختلف الاوردر تبعها عشان يعمل الترجمه. فكيف بدنا نعمل الاتنشن هذا؟ ببساطه انه بدنا نعمل له نيورونز وكونكشن، والكونكشن هذه تكون ترينبل، او الويتس هذه تكون ترينبل، هو لحاله يتعلمها. وهذا اصلا فكره الديب ليرنينج، انه هو لوحده انه يتعلم. طيب طبعا في اكثر من اتنشن، يعني انه كان مطروح، يعني اول اتنشن انطرح يعني كان في سنة 2015، واستخدم المعادلة هذه No Trainable Parameters، معنى ذلك انه هو ايش استخدم؟ بس الدوت برودكت، يعني حط كونكشن مباشرة من الاوتبوت من الديكودر، الاوتبوت تبع الديكودر كلهم الديكودرز، كل النقاط اللي في الديكودر وصلهم بالانكودر، وعمل بس حاصل ضرب بدون انه تغيير الويت، تمام؟ فبالتالي هنا نو ترينبل باراميتر، ولكن هذه ادت لنتائج جيدة، فحكوا انه ليش ما نعمل انه البارامترز هذه تكون ترينبل، تمام؟ فبالتالي انه تم طرح عدة اتنشن موديلز، يعني على سبيل المثال انه هذا وهذا، شو الفرق بيناتهم؟ زي ما انتم شايفين انه هو بس مجرد انه معادلات، الاختلاف انه هنا انه في الاوتبوت وورد، انه هنا في انا عندي هذا زيادة وهذا مش موجود عنده. وهذه هي الفكرة تبعت الاتنشن، انتم حتسمعوا على اكثر من اتنشن، في عندي حاجة اسمها سيلف اتنشن، في عندي حاجة اسمها مالتي هيد اتنشن. هنغير في المعادلة تبقى ثابتة في التغيير، مش يعني مش 4 ساعات، يعني بستخدم التغيير ده، بقول إنه الأتنشن بيغيروا إنه هو زوده بالش، يعني عدل على عدل عليه لو المعادلة، شوف المعادلة اتغير صح؟ في فرق، في فرق بين انه تكون يعني طريقة حساب الاتنشن انه تختلف، وبين انه يكون انه الويت بيتغير ترينبل. يعني اقصد طريقة حساب الاتنشن تختلف، بس مش على كيف، يعني مش انا اقعد انا زي فاين تون اعمل غير صح؟ لا، انا بستخدم هذه المعادلة والاتنشن ويت هو اللي بيختلف مع التريننج، تمام؟ مش هعمل له تيوننج ولا شيء يعني. فجيت المالتي هيد اتنشن ايش عمل؟ انه بقول لك بدل ما اضيف طبقة اتنشن واحدة بضيف عدة طبقات، تمام؟ يعني انا عندي هنا كمان مرة، يعني خليكم تتخيلوا الفكرة، هاي الانكودر وهاي الديكودر، تمام؟ ايش حكوا؟ انه انا يعني قبل بدون اتنشن انه الاوتبوت هذا تبع اخر انكودر باخده هو بمرره للديكودر، والكونتكست محفوظ لانه هو اصلا اخذ من اللي قبله، تمام؟ هاجت فكرة الاتنشن ايش عملوا؟ قالوا انه كل انبوت هنا ليش ما نوصله بالديكودر ويصير ترينبل. فبالتالي هنا بده يكون في عندي نيورونز هنا، تمام، والها ويتس. هاجت المالتي هيد اتنشن معنى ذلك انه هو بده يضيف عدة طبقات زي هيك، وهذه بيناتها ويت، وهذه كمان طبقة، وفي بيناتهم ويت، فبالتالي بتكتر الويتس اللي بدها تغيير. فبالتالي هنا بده يحط يعني عندي 16 اتنشن ويت، يعني بكون في عندي طبقات عديده، تمام؟ ف يعني هو نوع من الانسمبل، يعني انه انت بتستخدم وكانه بتستخدم اكثر من طبقه للاتنشن، وكانه بتستخدم اكثر من اتنشن موديل. فاين جريند اتنشن هذا نوع اتنشن مختلف، تمام؟ ايش الفكرة في الموضوع؟ الفكرة في الموضوع انه ليش انا استخدم يعني او انه استخدم سنجل سكيلر فاليو للويت للانتاير فيكتور؟
فبالتالي بعمل ليرنال ويت من كل elements مع بعض، تمام؟ فبالتالي انه هذه فاين جرين اتنشن، معنى ذلك انه الاركتكتشر تبعت الاتنشن بتكون عباره عن فيد فورورد نيورال نتورك، عشان هيك سموها فاين جرين، معنى ذلك انه هي بتتاثر من كل النيورونز في الطبقه التي تليها. بالضبط. السيلف اتنشن، سيلف اتنشن لو رجعنا هنا للرسمه هذه، ولما حكينا انه لما يكون في عندي اتنشن لحال، الفكره في الموضوع انه هنا هذه يعني بده يكون في كونكشن بين هاي وبين كل انبوت وبين كل اوتبوت، معنى ذلك انه الاتنشن هو عباره عن كونكشن بين الانبوت والاوتبوت. فمعنى ذلك انه هو لحاله تعلم الاتنشن، انه بخلي بالك انه انت لما تيجي تترجم الكلمه هذه، هذه الانبوت هي اللي إلها ويت اكثر، فبالتالي زود الويت تبعها، فبالتالي بيعتمد على الاوتبوت في تحديد الويت تبع الاتنشن، تمام؟ هي الاول واحده اللي انا بشرحها، هي الاول واحده بعملها يعني ريكاب، انه انا بلخص لكم اياها. اما السيلف اتنشن، السيلف اتنشن شو بسوي؟ بعتمد على الانبوت ووردز فقط، صحيح؟ بالضبط. يعني انه يعني في العاده انه يعني المعلومات تبعت الاوتبوت، انه اذا انا بديش اعتمد عليها ممكن انه يكون في عندي اتنشن فقط للانبوت. فبالتالي الموتيفيشن هو انه نيد فور الاينمنت بتوين الانبوت والاوتبوت ووردز، انه في حاله انه بستخدم الاتنشن العادي، ولكن انه لو انا بديش اعتمد على الشغله هذه، معنى ذلك انه انا ممكن اعمل ريفاين ريبريزنتيشن للانبوت وورد للانكودر لحال والديكودر لحال، معنى ذلك انه سيلف اتنشن للانكودر لحال وسيلف اتنشن للديكودر. بالضبط. يبقى الاتنشن لا ما فيش ربط بيناتهم، فبالتالي هنا الاتنشن هو عباره عن السيلف سراوندينج وورد از ذا موست ريليفنت تو ريفاين ريبريزنتيشن، فبالتالي انه الكلمات المحيطه هو اللي بيستخدم، يعني بيعمل اتنشن للكلمات المحيطه، انه هذه الكلمه لها علاقه بالكلمه هذه. وكانه باجي انا اقول انه المثال اللي احنا شرحناه سابقا، انه لما شفنا انه في ضمير بيرجع لكلمه سابقة، انه هذه بالضبط. الكونفولوشن نيورال نتورك، يعني ممكن تكون انا استخدم سي ان ان في الانكودر، تمام، والديكودر برضه سي ان ان، وبرضه ممكن يكون في انا عندي اتنشن فيه، هاي سي ان ان with اتنشن، فبالتالي هو عبارة عن كومباينيشن بين الكونفولوشن نيورال نتورك والاتنشن، تمام؟ فبالتالي الريكورنت نيورال نتورك بيتم استبدالها بـ CNN كونفولوشن نيورال نتورك، فالانكودر بيكون CNN والديكودر بيكون CNN بدل ما كان RNN، وبرضه بيكون في اتنشن. بس هذا الشابتر زي ما حكيت انه احنا نشوف يعني ديفرنت اركتكتشر، هذه كيف شكلها يعني في الموضوع، يعني انه احنا نتعرف على اركتكتشرز مختلفه. فبالتالي اللي احنا تعرفنا عليه لغايه الان اللي هو سي ان ان، انه انا بستخدمه ممكن بدل الار ان ان، والاتنشن، والفكره تبعت الاتنشن انه في عندي اكثر من نوع من الاتنشن، وبرضه في عندي يعني اكثر من طريقه لحساب الاتنشن. نيجي لاخر جزئيه اللي هي الترانسفورمرز. الترانسفورمرز هي زي هي contextual model زي البيرت، كل عائلة البيرت هي عبارة عن contextual model، يعني زي language model. أما الword embedding هي عبارة عن vector representation، لكل كلمة إلها يعني vector representation. أما السياق بستخدم البيرت model عشان أنا أعمل الشغل.
بالضبط، وضيفه اه كطبقة، وضيفه اه كطبقة. تمام. الآن للترانسفورمر زي ما شفنا في الوصفة، يعني اللي احنا شفناها في التنسر فلو هنا، في التكست انا عندي الوصفة الثانية هنا، ماشين ترانسليشن ويت اتنشن، في عندي تكست يعني هنا استخدام سيكونس تو سيكونس، انكودر وديكودر، هذه انه استخدام ترانسفورمر. راح تلاحظوا انه هو بيستخدم البيرت هنا في الموضوع. تمام. فبالتالي انه هو بيستخدم البيرت هنا كلانجويج موديل، بتحسن انا عندي الاداء بشكل كتير كبير. طيب شو علاقة هذا في الموضوع؟ انه بس بدي احكي انه حتى الترانسفورمر ممكن يضيف له اتنشن، فبالتالي انا ممكن اخذ اوتبوت اتنشن، انه انا انتبه على اوتبوت معين من الترانسفورمر من خلال اتنشن موديل. اوكي؟ يعني ايوه انا عندي اتنشن للانكودر واتنشن للديكودر. اوكي؟ بس يعني كل ما هذا، يعني كل ما يتعلق في موضوع الاركتكتشر. بضل في عنا اخر جزئية